النتاج، جلوسنا مع سعادة الوزير شؤون البلديات والزراعة وآل مبارك، الاتفاق على تطوير ممشى مدينة حمد من دور 16 لدور 22، أيضا إضافة وإنشاء مشروع جديد ممشى مجمع 1216 من دور 18 لدور 22، ونحن في تعاون مع وزارة الصحة بتقليص قوائم انتظار المراجعين وسرعة الوتيرة في الكشف عليهم والفحص الطبي. بدأنا تقريبا على البنية التحتية لسوق مدينة حمد، بالإضافة إلى أن هذا المشروع راح يخدم أهالي الدائرة والمناطق المجاورة لمدينة حمد، راح يخلق فرص وظيفية لأهالي الدائرة وأيضا المواطنين، بالإضافة إلى التجار الصغار اللي راح يبتدون من هذا المشروع، وهو مجمع كبير كامل الاشتراطات وعالي في المعايير. الدائرة 11 من المحافظة الشمالية تحتضن العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية، وتحتاج أمانة الآن بسبب الزيادة التي طرأت على مد الأعوام الماضية إلى مدارس ثانوية وبالأخص إلى البنين. طبعا راح يخدم أهالي الدائرة وأيضا يخف العبء عن أهالي الطلبة. بالنسبة للمشاريع الإسكانية، نحن على تواصل مستمر مع وزارة الأسكان والتخطيط العمراني على رأسهم سعادة الوزيرة أمنة الرويحي في سبيل تسريع وتيرة التوزيع الوحدات السكنية على المستفيدين من أهالي الدائرة، في سبيل الحصول على سكن ملائم يلائم المواطن البحريني. أيضا نحن على تواصل تام بخصوص الأرض التي تم منحها لمنطقة دار كليب، إن شاء الله قريبا في العمل على البنية التحتية وتوزيع القسائم أو الوحدات التي سيتم إعدادها عن طريق الوزارة مع المواطنين. أهم مطالبات أهالي الدائرة: نادي دار كليب، النادي البناء الولاد، أمانة يحتاج إلى بعض البنية التحتية في الرقعة الخضراء، كون هذا النادي يخدم ليس فقط على أهالي الدائرة بينما على مستوى مملكة البحرين، فهو النادي صاحب إنجازات. دائما هذا النادي يحقق المراكز الأولى والتي تفخر فيها مملكة البحرين، بالإضافة إلى يحتاج إلى فقط اهتمام، يحتاج إلى رقعة خضراء وتأهيل لهذا النادي